Hello everybody, dear students. Today I am going to complete Unit 14, Wonders of the World. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم مع مستر عمرو في قناة طب ماركس. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض Unit 14. احنا خدنا طبعا الجرامر بتاعه اللي هو Present Perfect Passive النهاردة، وده طبعا موجود هتلاقيه في فيديوهات القناة موجود. طيب النهاردة بقى هنكمل وهناخد أهم كلمات الوحدة وهنعمل Reading و هنشوف اللانجوج نوتس بتاعتنا وهنحل على الوحده، وان شاء الله باذن الله يعني في نهايه الحلقه دي هنكون حافظين مع بعض اهم كلمات الوحده. Let's get started. هنبتدي مع بعض باهم كلمات lesson 1 و 2. يعني عندي كلمة wonders اللي هي طبعا العنوان اللي هي عجائب، عندي كلمة dome اللي هو قبة، القبة اللي هي زي بتاعت المسجد مثلا، marble اللي هو الرخام، minarets اللي هو المأذنة، monuments اللي هي الآثار. عندي كمان طبعا كل الكلمات دي مهمة، بس أنا بركز على الكلمات المحورية اللي اليونت بيدور فيها وهتلاقي معظم اللي تشوز منها إن شاء الله. عندي كمان كلمة statues اللي هي تماثيل، عندي hanging gardens اللي هي الحدائق المعلقة، حدائق بابل، عندي original، عندي on the list، حرف الجر on بيجي مع list اللي هي قائمة، لازم نخلي بالنا من الموضوع ده. في كلمة طبعا ruler، في fountain اللي هي طبعا نافورة، unfortunately عندي اللي هي طبعا لسوء الحظ، لو شلت on هتبقى لحسن الحظ، عندي damage، عندي pollution اللي هو التلوث، عندي oasis اللي هي طبعا واحة، ولو حطيت لها e مكان ال i هيبقى واحات هتبقى الجمع. طبعا عندي منظمة اليونسكو اللي هي اللي وظيفتها هي حماية طبعا التراث العالمي او الاثار العالمية، protect معناها يحمي طبعا، وفي preserve يحفظ، وفي shapes وطبعا في decorate shapes هنا اشكال. طيب عندي بقى كلمات lesson 3 4، يعني عندي man made من صنع الانسان، natural طبعا طبيعي، vote on اللي هو يصوت على زي انتخابات مثلا، final of course the Cairo tower، ancient waterfalls اللي هي شلالات، دي كلمه من الكلمات المهمه، totally طبعا تماما، the citadel اللي هي القلعه، the sphinx طبعا ابو الهول. يعني عندي كلمه tunnel، عندي كلمات زي كلمه biblioteca طبعا اللي هي معناها collection of books او مكتبه، عندي مودرن جروب اوف انترناشونال، وهنا طبعا هتبقى مكتبه اسكندريه يعني في الدرس بتاعنا، فول اوف فانتاستيك بوستر وهكذا. تمام دي من اهم الكلمات اللي موجوده عندنا برضو في اليونت. دلوقتي المفروض ان احنا هنعمل الريدنج بتاعنا مع بعض كده وهنشوف اهم الكلمات دي وهنطبق عليها. ليتس جيت ستارتد. نيو وندرز اوف ذا وورلد. Long ago, the ancient Greeks wrote a list of 7 amazing places. طبعا من سنين قديمة فاتت طبعا قدماء اللي هم اليونانيين كتبوا قائمة ل طبعا السبع أماكن المذهلة في العالم. The places they chose طبعا were statues يعني تماثيل، a temple متحف أو معبد، in Greece and the monuments طيب in Turkey يعني هم اللي اختاروا دلوقتي temple اللي هو معبد in Greece في اليونان و monument وأثر في تركيا as well as the hanging gardens وحدائق طبعا Babylon اللي هي المعلقة اللي في العراق of Babylon in Iraq the great pyramid at Giza and the lighthouse of Alexandria وطبعا كم من ضمنهم الهرم الأكبر في الجيزة ومنارة اسكندرية. طيب. Only one of the original wonders of the ancient world is still standing. واحد بس من ضمن طبعا عجائب الدنيا هو لا زال قائما. أنهي فيهم بقى؟ اللي هو طبعا the great pyramid at Giza اللي هو الهرم الأكبر في الجيزة. Now a new list of wonders has been written. دلوقتي هم كتبوا قائمة جديدة. In 1999, people all over the world were asked to suggest 7 new places. They asked the people to suggest 7 places. It took 6 years to make the decision. Make the decision. They took
6 سنوات علشان ياخدوا القرار ده. But now the final 7 places have been chosen. دلوقتي هم اختاروا خلاص ال7 أماكن. طبعا the Great Pyramid of Giza stays, ما زال يعني موجود on the new list as special 8 wonders, كعجيبة من عجائب الدنيا الثامنة, يعني حاجة خاصة يعني. تمام, يعني هو ما زال قائما من ضمن كل اللي هم اختاروهم. طبعا خلاص كانوا راحوا دمروا, دلوقتي عملوا عجائب اخرى وخلوا طبعا الهرم الاكبر حاجة كده سبيشال لوحده. تمام, ذا تاج محل in India, تاج محل in في الهند طبعا, is one of the places on the new list. It is a white marble monument, يعني هو اثر عبارة عن white marble, طبعا عبارة عن رخام ابيض, رخام ابيض, كلمة marble معناها رخام. Built in 1632, اتبنى طبعا او اقيم سنة 1632 by the ruler of India, عن طريق حاكم الهند, to remember his wife, هو عمل كده ليه يا جماعة؟ علشان يفتكر زوجته, يعني عملوه علشان يفتكر زوجته او تكريما لزوجته. طيب, the monuments was completed in 1648, طبعا تم اكتمال الاثر ده سنة 1648, but it took another 5 years to complete the fountains and the gardens around it, وخدوا طبعا 5 سنين تاني علشان يكملوا النافورات طبعا والجناين اللي حوالين التاج محل. تمام, ذا تاج محل with its beautiful white dome, طبعا في البيوتيفول وايت دام اللي هي القبة البيضاء بتاعته, and the four minarets, ومينرتس طبعا قلنا المآذن اللي هي زي مأذنة الجامع, has been visited by millions of people, طبعا بيتم زيارته ملايين من الناس, since it was built, من ساعة ما تم بناؤه. Unfortunately طبعا لسوء الحظ, it has been damaged by pollution, طبعا اتدمر عن طريق التلوث. For this reason the Taj Mahal has now been added to UNESCO's list of protected monuments, لان هو طبعا التلوث دمر الاثر ده او ساب فيه اثر للدمار شوية او ما بقى زي الاول, فطبعا منظمة اليونسكو ضمته علشان تحميه. يونسكو helps to look after important, طبعا بتهتم بالاعتناء باهم المواقع important sites في العالم, and it is hoped that it will preserve the Taj Mahal too, وبتتمنى ان هي تحفظ تاج محل ايضا. طيب, ده reading بتاعنا النهاردة, نشوف مع بعض اهم الملاحظات. هنا عندي as well as, رابط من رابط الاضافة. as well as معناها هنا بالاضافة الى, ممكن يجي بعدها noun او verb ing. as well as the hanging gardens of Babylon in Iraq, او in Iraq the great pyramid at Giza, وبيكمل هنا معايا الجملة. عندي هنا as well as noun او verb ing, الاثنين صح. as well as playing tennis, he plays football, يعني هو بيلعب تنس بالاضافة الى الكورة طبعا, او بالاضافة للعب التنس هو بيلعب كورة. ممكن as well as يجي بعدها noun زي ما احنا شايفين, ما هي جاية في القطعة بالظبط. as well as the hanging gardens of Babylon, وبيكمل الجملة معايا. عندي كمان only one of the original wonders of the ancient world is still standing. is still standing معناها ما زال قائما او ما زال موجودا. طيب, عندي take, لو جه بعدها فترة زمنية بيجي بعدها to المصدر. it took 6 years to make the decision, أو take period of time, فترة زمنية, to infinitive, فعل في المصدر. it took 6 years to make the decision. تمام, ما ننساش كمان ان كلمة decision اللي هي قرار بيجي معاها طبعا make, مش do, make decision, make decision يعني يصنع قراره او يتخذ قراره. من ضمن برضو الحاجات المهمة اللي في اليونت, on the new list, on the new list, on the new list, خلي بالك يجي في الامتحان يقول لك on ولا in, لا هي on the new list. طيب, عندي هنا but it took another 5 years to complete, لسه قايلينها take فترة زمنية to والمصدر. عندي هنا the Taj Mahal with its beautiful, its هنا طبعا ملكية لغير العاقل, ملكية لغير العاقل. عندي الدرس اللي احنا شرحناه اللي هو بتاع present perfect passive اللي هو الجرامر, عندي بيقول لحضرتك its beautiful white dome and the 4 minutes has been visited by millions
of people يتم زيارتها. ادي هاف او هاز بين. طبعا بعد كده التصريف الثالث للفعل by millions of people. عندي كمان add to and added to او add to. طبعا add بيجي معاها حرف الجر to. طيب نشوف في ايه تاني معانا في الوحدة. عندي طبعا list اللي هي قائمة عادية، انما menu قائمة طعام. For example they wrote a list of 7 wonders، هما كتبوا قائمة من 7 عجائب. انما في المثال التاني هنا menu اللي هي جايب معنا قائمة طعام. The waiter gave us the menu to choose our food. طبعا الويتر او النادل ادانا المنيو علشان نختار الاكل او الطعام بتاعنا. عندي كلمة special معناها خاص او مميزا عن غيره، تمام. private ملك شخص، وطبعا public عام. يعني ايه special مميز؟ يعني انا دلوقتي حابب ان انا اكرم حد من طلابي او كرمت مجموعة من الطلاب، بس ميزت اللي طالع الاول بهدية تانية خالص، حاجة special، حاجة يعني حاجة مختلفة او مميزة عن غيره. انما private طبعا حاجة ملك شخصي زي يور طبعا موبايل فون زي تليفونك كده، وببليك حاجة عامة. مثال for example he gave me a special present، اداني هدية طبعا مختلفة او مميزة. I want a private car، انا امتلك سيارة خاصة. احنا قلنا ان private بتيجي مع الحاجات الخاصة او ملك للشخص. طيب man made طبعا من صنع الانسان. The Swiss canal is one of the man made wonders. man made يعني من صنع الانسان، يعني شيء ليس بطبيعي. عندي كمان to بتستخدم في نهاية جملتين فيها إثبات، يعني معناها أيضا. إنما either في نهاية طبعا جملتين فيهم نيجاتيف أو نفي. He likes tennis. He likes football too. بيحب كمان الكورة. She doesn't like fish. She doesn't like meat either. يعني هي ولا بتحب السمك ولا بتحب اللحمة. I couldn't agree more. أو I couldn't agree with you more. اتفق معك تماما او بشده. ودي بنستخدمها في المواقف لما يقول لك مثلا you agree for something، يعني انت بتوافق على حاجه. حد مثلا يقول لك your friend مثلا told you that the great pyramid is the most important monument in Egypt، فانت عايز تقول له انا اتفق معك تماما او بشده، فهتقول له I couldn't agree with you more او I couldn't agree more. you are right، I couldn't agree more، اتفق معك تماما. حابب بس ان انا اوضح هنا في الصورة دي اهم في بعض الكلمات المهمة لفرينت. يعني هنا مثلا دي اللي هي القبة اسمها دوم. عندي هنا مينارت اللي هي المأذنة اهو السهم عليها. الرخام ده كله اسمه ميربل، تمام. طبعا دي الجاردن، دي اللي خدت 5 سنين علشان يكملوها. وده طبعا تاج محل اللي هو اللي في الهند، اللي طبعا منظمة اليونسكو المفروض ان هي دلوقتي بتعتني بيه او استلمته علشان تعتني بيه، اللي هو التلوث اثر عليه. عندي كلمة دوم ماربل مينارت. عايزين دلوقتي نقرأ التكست او النص ده. ودي هنا صورة طبعا جامع، وعلشان نحل على اهم 3 كلمات في الوحدة. This is a beautiful mosque in Cairo، ده جامع جميل في القاهرة. To enter you walk، علشان تدخل الجامع ده you walk an area with a floor، انت بتمشي طبعا منطقة فيها ارضية made of اكيد يعني رخام، هتبقى ايه excellent marble. طيب the top of the building tall طبعا المفروض هنا remind me of the shapes of pencils، شبه القلم بالظبط، يبقى اكيد هو يقصد المأذنة طبعا. طول مينارت remind me of the shape of a pencil. the roof بقى اللي هو السقف of the mosque is a huge round، المفروض طبعا اخر حاجة اللي هي موجودة اللي هي dome، هي طبعا القبة dome اللي هي القبة. يبقى نخلي بالنا من الكلمات دي، كلمات مهمة جدا. تعالوا مع بعض هنا choose the correct answer. is Lake Nasser natural or is it المفروض ان هي بحيرة ناصر طبيعية، يعني من صنع الطبيعة ولا من صنع الانسان؟ excellent man made بحيرة ناصر طبعا بحيرة صناعية. بغداد is a big city in، هي بغداد دي فين؟ هي عاصمة ايه؟
Excellent. Iraq. There is a big where the river goes over a cliff. النهر طبعا بيبقى على المنحدر وبينزل منه المية، مفروض شلالات المية اللي هي ايه؟ Waterfall. Excellent. تمام. You can usually find the trees and the birds at. احنا بنلاقي الأشجار والطيور in the desert في الصحراء. المنطقة دي اسمها ايه؟ Excellent. Oasis اللي هي طبعا الواحة. طيب نشوف حاجة تانية. الكلمات دي مهمة جدا يا جماعة. مس برنت اللي هي خطأ مطبعي، وعندي مس ريد اللي هو يقرأ بطريقة خاطئة أو يخطئ في القراءة أو خطأ في القراءة. ريدو يعيد عمل شيء أو يعيد فعل شيء. ريريد يعيد قراءة. تعالوا بقى نشوف اللي تشوز ده. تشوز ذا كوريكت أنسر أو كومبليت سوري. ذا تيتشر أسكت حسن. أسكت مش أسكت، أسكت حسن تو نو أت هيز هوم ورك بيكوز هي ديدنت دو إت فيري ويل، علشان هو ما أداش الواجب بطريقة جيدة. يبقى يعيد عمل ايه؟ excellent. هتبقى redo. يبقى هنا redo its homework because he didn't do it very well. look it says today's news in the newspaper. هنا في خطأ اهو في الكتابة، خطأ في الطباعة. يبقى this is a misprint. misprint انا سمعت حد بيقول طبعا misread. لا مش misread، هنا محدش بيقرأ ده، هنا حضرتك موجود في النيوز بيبر، يعني هي مكتوبة كده في النيوز بيبر، يعني ده اتطبعت خلاص، يبقى خطأ مطبعي. تمام نشوف اللي بعده. I his name and thought he was called Tim instead of Tom. يبقى هو هنا اكيد قرأ اسمه بطريقة خاطئة، يبقى misread. طيب آخر واحدة it is a good idea to know at any book any books طبعا that you are studying at school to understand them better. يعني بيقول لحضرتك ان اي كتاب في المدرسة يعني يفضل طبعا ان احنا نعيد قراءته علشان نفهمه اكتر. مش هننسى طبعا الديالوج. complete the dialogue. طبعا agree معناها يوافق، disagree لا يوافق، exactly يعني بالضبط، point يعني درجة او نقطة، think of يفكر فيه. تعالوا كده نشوف مع بعض. What do you know at this big building in London؟ يعني ما رأيك هتبقى ايه هنا؟ أو ما اعتقادك؟ أو ما تفكيرك فيه؟ Excellent. طبعا think of. think of. يبقى what do you think of this building؟ طيب I think the building is very boring. هو بيقول له نهال بتقول لدينا أعتقد إن المبنى ده يعني ممل جدا. فهي بتقول لها يا مفريد، طالما يطلع يا مفريد I وراحت قالت لها it is a new building، يبقى هنا في تعارض في الآراء. هنا بتقول very boring وهنا بتقول I'm afraid يبقى هنا هي هتعرضها، وكمان بتقول لها it is new building for an art gallery I like it، وهي كمان بتحبه. طيب يبقى هنا طالما في عدم رضا على رأي دينا في نهال، فهتقول لها ايه طبعا disagree، لأن هي مش راضية طبعا أو مش موافقها في الرأي. تقول لها بعد كده you have a there the modern bridge is amazing. you have a excellent point there the modern bridge is amazing. do you know at do you ايه بقى؟ ها فكر معايا. قال له طبعا هي قالت لها do you ايه؟ قالت لها that's a how I feel I think the London. يبقى هنا هم اتفقوا بقى. ما هي بتقول لها you have a point there، بتقول لها the modern bridge is amazing، بتقول لها الكوبري اللي هو الحديث ده يعني حاجة مذهلة. Do you know at؟ قالت لها that's a how I feel I think that London has an exciting mix of old and new building. يبقى هي موافقاها، لأن هي بتقول لها أعتقد أن لندن فيها مزيج رائع من المباني القديمة والحديثة، وهي هنا تقصد طبعا أثر في لندن. يبقى احنا هنختار هنا ايه حضرتك؟ agree. do you agree؟ تمام لها the modern bridge اللي هو الكوبري الجديد اللي في لندن. قالت لها انا موافقاكي تماما، وهم كده اتفقوا في موضوع that's a how I feel بالظبط. بقى هي اخر واحدة اللي هي excellent that's exactly. يبقى هنا اعتقد ان الدايلوج كده خلاص كمل معانا. طبعا مش هننسى درس الجرامر بتاعنا اللي معمول بيه حلقة، موجود حضرتك على القناة بتاعتي، هتدور هتلاقي مكتوب طبعا present perfect passive unit 14. علشان تعرف تحل معانا الجزء ده لازم تسمع الحلقة الأول. تعالوا بقى يا جماعة حبايبي اللي متابعين معايا في القناة، قناة توب ماركس مع مستر عم، نشوف مع بعض حل أول واحدة. A fire has damaged ancient objects. ها
فاكرين يا جماعة كنا بنعمل ايه؟ حد فاكر معايا؟ اه طبعا يا مستر فاكرين. طبعا fire تبقى one, has damaged two, ancient object number three. احنا بنشتغل بطريقة three to one, يعني هنبدأ هنا ب ancient object. تمام, بعد كده هنحط طبعا هنا مفرد ولا جمع؟ هنا جمع, يبقى have been damaged by a fire. اتعملت ازاي دي يا مستر عمرو؟ ما حضرتش الدرس. طيب اهو احنا هنا المفروض ان احنا بدأنا بطبعا ancient objects, هنا جمع اللي هي number 3 اهي. ثواني يا جماعة. طيب المفروض ان احنا بدأنا number 3 ancient object, بعد كده شفنا ان هي جمع, تاخد half طبعا بين عشان ده passive damaged, بعد كده by fire اللي هي by 1, يبقى 3 2 1. تمام. طيب number 2, people have decided on a new list of wonders of the world. People have decided on a new list of the wonders of the world. بص هنا يا جماعة number 1 people have decided, طبعا number 2 هنا الاوبجكت مركب كبير جدا, a new list of the wonders of the world. كل ده يا جماعة object, وكل ده هنبدأ بيه, هنبدأ بيه, وهنا a يعني مفرد, يعني المفروض هيجي بعدها has been decided on, يبقى الجملة هتبقى a new list of the wonders, هي number 3 تمام, of the world, has علشان هنا a تمام, has been decided او decided on. طيب نشوف اللي بعدها, what have they collected the new baby. احنا اتفقنا برضو ان احنا أداة الاستفهام بتنزل زي ما هي, انا ماليش علاقة بيها, ونبتدي من اول هنا have they collected the new baby. طبعا هنا number 1 اللي هي طبعا have collected, number 2 شايفين the new baby اهي كلها على بعض, دي هتبقى number 3. هننزل طبعا أداة الاستفهام, هعملها معاكم خطوة خطوة زي ما هي, وهنقول what, يبقى هنا نزلنا وات, مفيش اي مشكله, يبقى ده الاستفهام بتنزل زي ما هي في السؤال في الباسيف في البريزنت بيرفكت باسيف. بعد كده ما بنحددش هاف وهذا, لما بنبص على المفعول ان هو نمبر 3 هنا مفرد, يبقى وات ايه هاز. اكسلنت, وات هاز ذا نيو بيبي اللي هو نمبر 3 مفعول, ها بعد كده بين اللي هي علامة الباسف معايا, كولد تصريف تالت على طول, يعني الولد اتسمى او هيتسمى ايه. تمام. طيب نشوف الجملة اللي بعدها, ايجيبت هاز وان the international competition. طبعا ايجيبت اهي يا جماعة هنا هتبقى اللي هو طبعا الفاعل وان, هاز وان دي كده على بعض الهيلبنج فيرب بلس الباست بارتيسيبل, دي كلها كده على بعض تو. تمام. وطبعا زي انترناشونال كومبيتيشن نمبر 3, شفت انا مقسمه اهو بعيدهم عن بعض اهو علشان تعرفوا الارقام ماشيه ازاي. المفروض ان انا ببقى 3 2 1, يبقى هنبدا هنا بزي انترناشونال كومبيتيشن, زي انترناشونال كومبيتيشن اللي هي نمبر 3 اهي, اصبحت هي 3, اصبحت هي كده 3 2 1 اي 3, اصبحت هي نمبر 1 زي انترناشونال كومبيتيشن. هي طبعا علشان هي مفرد تبقى has been one او has been one, بعد كده by Egypt. شفتوا يا جماعه سهله زي, ما فيهاش اي مشكله خالص. بصوا على الامثله تاني, طبعا احنا قلنا تاني اللي عايز يتابع الفيديو بتاع المضارع التام في الباسف, في فيديو موجود على القناه مكتوب عليه present perfect passive unit 14, اقراه اسمعوا كويس الفيديو وشوفوا علشان تقدر تطبق معانا. تعالوا مع بعض بقى نحل choose the correct answer على اليونت كله. The ancient Greeks wrote a of seven amazing places in the world. A menu list او list list list, طبعا معروفة هتبقى ايه؟ قائمة. excellent, list بالآي لان دي معناها list, دي معناها خوفا من. طيب the hanging gardens of Babylon were in, الحدائق المعلقة حدائق بابل موجودة فين؟ طبعا بابل يبقى في العراق, العراق. طيب the ancient seven were building, ها هنقولها ايه دي بقى ازاي؟ يعني ايه عجائب الدنيا؟ يعني ايه عجائب عموما؟ wonders ولا wonders ولا widower ولا widow؟ ها طبعا هتبقى wonders اللي هي عجائب, لان دي معناها
يتجول أو متجول، وهنا دي معناها أرمل. تمام. طيب only one of the wonders is still standing، يعني إيه أصلي؟ شيء أصلي. ها ها، سامع حد بيقول يا مستر؟ طبعا original موجود عندنا في الوحدة وقرأناها مع بعض. طيب all the ancient wonders أهي تمام were destroyed، يعني كل العجائب القديمة اتدمرت except ما عدا the، ها طبعا اللي عندنا في مصر، هو طبعا لايت هاوس برضو كانت موجودة، تبقى بيراميدز. تمام. طيب it took، وطبعا بالأخص great pyramid، it took a long time، ها a new list of wonders، ها it took، احنا اتفقنا ان take بيجي بعدها فترة زمنية. excellent، سامع حد بيقول يا مستر انت قلت لنا عليها؟ to والمصدر. طيب it wasn't easy to a good decision، احنا قلنا decision يصنع او يتخذ قرار، اه يا مستر حضرتك قلتها لنا وجبتها لنا كمان، هتبقى طبعا برافو make decision. ذا تاج محل ان موجود فين يا ترى؟ طبعا معروف يا مستر في الهند. تمام. طيب ا از بيلت تو ريمايند بيبل اوف ان امبورتانت ايفنت اور بيرسون، ايه يا ترى اللي بيتبني وبيفكر الناس طبعا بحدث مهم او بشخص مهم؟ طبعا الاثر يعني ايه مونيمنت. تمام. بيبل اوف ان امبورتانت ايفنت اور بيرسون. طيب is a very hard white black pink rock used for building، يا ترى ايه هو اللي بيستخدم في البناء؟ وتمام، وهو طبعا بيبقى صلب جدا. excellent، marble اللي هو الرخام. طيب the نقط is a tall thin tower in mosque، يعني هو عبارة عن برج رفيع جدا وطويل في الجامع. طبعا يعني ايه مأذنة؟ منارت. اكسبت، ماشيين كويس اهو الحمد لله. ا is a person like a king، شخص زي الملك، who can tell people what to do، بيحكم الناس ويقول لهم يعملوا ايه. طبعا برافو، خدناها برضو اللي هي بتاعت الحاكم الهند اللي بنى تاج محل علشان يتذكر زوجته. طيب is a country between Italy and Turkey، يا ترى ايه البلد اللي بين تركيا وبين ايطاليا هنا؟ طبعا اليونان. طيب عندي بعد كده the is the top of the building that is shaped of half circle، واخد نص دايرة، طبعا اللي هو دوم. يعني ايه دوم يا جماعة؟ يعني القبة. تمام. is that lake natural or it is، طبعا عكس natural ايه يا جماعة هنا؟ برافو، man made، من صنع الإنسان. طيب أنا بكده يا حبايبي أكون تقريبا غطيت معظم الوحدة، وطبعا بسيبكم دلوقتي مع باقي اللي choose the correct answer، أن أنتوا لازم تثبتوا بقى الشاشة معايا هنا في الفيديو، وتحاولوا أن أنتوا تحلوا عليه، وفي حاجات احنا حليناها مع بعض وفي حاجات لأ. وديني أهو طبعا عندك من هنا من رقم 16 اللي احنا لسه حالين 15 choose the correct answer 22. طبعا بتوقف الشاشة أو الفيديو وتبتدي تحاول تحل. لو في أي مشكلة طبعا راسلني، عايز تأكد من أي حاجة مفيش أي مشكلة سيب تعليقك أهو. تمام. أتمنى يا رب أكون أديت اللي عليا، تكون فهمت الدرس معايا. طبعا قلنا الدرس ده متعلق برضو بدرس Present Perfect Passive، يعني اتنين فيديو على يونت 14، فحضرتك هتتفضل تراجع طبعا اليونت عن طريق Present Perfect Passive الفيديو بتاعه زائد الفيديو ده. واعتقد كده انت خرجت من الدرس ده عارف كلمات الحمد لله كتير، وعرفت تحل معايا. وان شاء الله نتقابل في كل جديد بإذن الله. طلبة الصف الثالث الاعدادي، بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.